الكتابي هو واجب وطني، لأنها دليل الديمقراطية أن نكون أمام الرأي والرأي الآخر، ولعل من الأسباب الرئيسية كما يقرر المحللون السياسيون لثورة 25 و30 يونيو كانت هي غياب الديمقراطية. نحن في مصر الآن لدينا المادة 5 من الدستور بأن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وذلك لا يتأتى إلا إذا كنا أمام ديمقراطية تنافسية سياسية وحزبية، أن نكون أمام الرأي والرأي الآخر والإدلاء بالصوت الانتخابي هو واجب وطني، لأنه نوع من أنواع الشهادة، والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم.